ايوه يا كريم، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اسمع يا واد، عايزك تخلي بالك من ماما كويس قوي. بقول لك ايه، انا عايزك تحلم باي حاجه وانا احققها لك. يلا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. متشكر قوي يا نجيبيه، انا كان قلبي بيكون عليهم قوي، بس اول ما سمعت صوتهم روحي ردت فيا. بقول لك يا كبير، ما هو مؤاخذة يعني مش زاهر بس اللي أمه حرنان عليه، ما احنا أمهاتنا برضه قلبها بيهف علينا، ولا احنا يعني ولاد البطة الدايخة؟ وبعدين ما يغركش يا كبير إن أنا عفياجي كده، أنا من جوه بسكوتة يا كبير، وبفكر في أمي ليل نهار. هتكلمها فين؟ ده قاعدة في الشارع. لا يا كبير، ما أنا كمرت لها نمرة على عدة كده عشان أبقى أطمن عليها. تلاقيها بقت؟ لا يا كبير، ما بعتوش، والنبي يا كبير، أسلم عليها بس يا كبير، عشان خاطر يا كبير أسلم عليها. خد. ربنا يبارك لنا فيك يا كبير، استأذنك بس اطلع النمرة. ايه ده يا كبير؟ ايه ده؟ ده باين عليها يا كبير مش متاح ولا غير مغلق ولا الحاجات دي يا كبير. ودي يا حبار، لازم تطلب الاول الكود بتاع مصر اللي هو 002. ايوه يا حاجه. ازيك يا حاجه؟ اما انت وليه قليله الادب صحيح؟ معلش انت بتشمل ايه؟ امسحها يا كبير، امسحها فيا. خد امسحها فيا يا كبير. دي وليه شرشوحه. معلش يا كبير، معلش امي غشمه شويه. يلا. الو. ايوه يا اما، ايوه يا ام الغوالي، انا عبد الجليل. اما انت وليه قليله الادب صحيح؟ الله، انا جرى ايه يا اما؟ في ايه؟ انا عبد الجليل ابنك يا اما، ابنك عبد الجليل. ايه؟ انت بلغت عني يا اما ولا ايه؟ ايه؟ اسرائيل؟ انا؟ لابس لبس؟ لا ياما خالص، لا مفيش حاجة بالحاجات دي خالص ياما. الله، وبعدين ياما هو في جاسوس بيلبس لبس عسكري؟ لا ياما خالص، مفيش الحاجات دي. ايه؟ ياما افهميني بس، افهميني، عملوا فينا ايه يا اختي؟ طب ايه رأيك بقى ياما احنا علمنا عليهم؟ وشرطناهم من تحت لفوق. ياما شرم، احنا كنا في شرم ياما. وتلاقي بس اللي في اسرائيل ده واحد شقي ولا حاجه. والنبي ياما، والنبي عايزك تجيب جلابيه الحج اللي احنا قلنا عليها. والنعمه ياما نحججك، والنعمه نحججك. وعايزك ياما تفرش الملايه في الحاره وتقفي عليها بكعوبك وتقولي اي حد خد مني حاجه هردها له الطاقه 10. يلا يا ام الغوالي، مع السلامه يا حبيبه. يا حبيبه شكرا يا فيك، شكرا. لو سمحت لي يا ناجي باشا، دقيقه واحده بس على ساعتك. ايه؟ هتكلم امك كمان يا شيخ حسن؟ لا، دي مكالمه لوجه الله، الشيخ عبد الله اللي مسك مكاني في المسجد. هو سنترال. خد. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟ ايه؟ لا يا راجل، هذا كذب وافتراء وبهتان. اعلام ايه يا راجل؟ حد يصدق الاعلام ده؟ اعلام كاذب. بقول لك ايه، انا راجع كمان يوم ولا اتنين بالكثير. سجاجيد المسجد كلها هتتغير اول عن اخر، والمنصه والمأذنه هيدنوا من جديد، وعاوزكم تتفاوضوا على حته الارض اللي جار المسجد دي. ايوه، عشان نعمل توسعات، ربنا يوسع عليكم وعلينا. ايوه، السلام عليكم. مع السلامه. السلام ورحمه الله. ربنا يخليك لينا. الله يخرب بيوتكم، التليفون قطع شحن. انت معكش شحن عربيه يا باشا؟ شحن ايه في الهو اللي احنا فيه ده؟ خلاص كلها نص ساعه ونوصل. يلا كله على العربيه.